يعني هو خطاب يدعو إلى الاعتراف بإسرائيل واعتراف بالشرعية الدولية. يقول أنا الشرعية الدولية قرار التقسيم الأممي لابد أن نقبله. هذا يا بورقيبة طبعا هذا معناتها حصل في أريحة لما كانت الضفة الغربية تحت إشراف الأردن قبل احتلالها في 67. الخطاب يعني تم تقريبا في 65 عامين قبل العدوان. نعم 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 وهذا أحدث يعني رد فعل بعد كانت قوية من صوت العرب اللي هو تابع عبد الناصر، وصار جدل واتهامات تراشق بالاتهامات من الخيانة والعمالة والأخيري. ويقال حتى أن بورقيبة تعرض إلى محاولة اغتيال غادي في أريحة، لأن الفلسطينيين كانوا يحلموا بالعودة. والتقسيم هذا من تجم تقول من أنا يتضارب ويتناقض مع مبدأ العودة. هو طبعا يقدم في نزل الخطاب في إطار رؤيته المرحلية، أنه هذه مرحلة، وبعدين يعني الفلسطينيين شيئا فشيئا، يعني معناتها نظريتك خذ وطالب، فهمت؟ اللي حقيقة هو قال بها سعد زغلول قبله هو، ولكن هو يعتبر أن هذه هي ما يسميه هو سياسة المراحل. طبعا هذا تقول لي رد فعل الشعب التونسي، رد الفعل متاعه ظهر في 67 لما حصل العدوان. الشعب التونسي كل التخريف هذا حول التقسيم والشرعية الدولية وغيرها وكل ما أخذش به، بدليل أنه نزل الشارع والجيش هو اللي كبح جماحه وسيطر على الموقف بالدبابات. يعني هذا من جهة. من جهة أخرى يعني لابد أنتم تعلمون أنه الإعلام في تونس كان إعلام أحادي، هو إعلام السلطة القائمة، وما كانش الشعب ينجم يتحدث ولا يعارض ولا حتى اللي أنا نتذكر اللي كان يعبر على مساندته لعبد الناصر كان يوقفوه، من يقع استجوابه من طرف أمن الدولة، والطلبة يعني هم فقط الفئة اللي تمردت. يعني ولو عنا طلبة قوميين عرب وبعثيين ويساريين، هذوما تقريبا التشكيلات اللي كانت بالأساس واللي شكلت يعني احنا نقولوا المعارضة غير المعترف بها. وهذه كان عندها تأثير كبير في على الشعب، يعني الشعب كان يشوف فيهم قدوة وكان يشوف فيهم نخبة وإلى آخره مع الطلبة. وهذا الحال الآن تغير، يعني الطلبة الآن يعني الطالب فقد كثير من مكانته ومن دوره، وأصبح الطالب يعني مجرد يعني يتابع الدروس والكليات، يعني تقريبا ما عادش فيها جدل سياسي وتحركات طالبية وضربات ويعني مظاهرات في الشارع ومواجهة البوب، يعني فرقة مقاومة شغب، يعني المشهد تبدل شيء. خلينا نقول احنا اللي فيت نوع من الميوعة والتحلل، وهذا تابع طبعا الأزمة الأخلاقية اللي استفحلت، خاصة خلينا نقول أنا هي مخطط لها، يعني لأن التطبيع والأزل وضرب القيم وضرب الأخلاق هذا كله يعني حاجة تمشي مع بعضها، هو مخطط ومدروس
وخاصنا اللي عليهم لما تبحث على شكون وراه من تالي تلقى مردوخ وتلقى الـ يعني الـ طارق بن عمار وتلقى هل رموز متى يعني ضرب القيم ومعاداة الالتزام والتخلي عن فكرة حمل الهم الوطني أو الحمل الهم القومي يعني وجود قضية مركزية يعيش من أجلها الطالب، هذا كل ما عادش موجود. فهذا هو كان ليه انعكاس في حقيقة الوضع اللي نعيشه اليوم، لأن ما يحصل في غزة يعني من تقطيع خلينا نقول الأجسام أشلاء يعني فهمتني، وبشكل يومي وباستعمال قنابل يعني زينة طن وطنين وفضاعات اللي ترتكب يوميا حرب إبادة، ومع ذلك يعني هذا معناه يخلي الشباب خلينا نقوله خاصة الشباب الجامعي وكل يعني لا يصدر منه يعني مبادرة في يعني المفروض أنه يحتل الشوارع. هذا كان جاء في وقتنا احنا كنا من منغدرش الشارع يعني. هذا اللي خلى معناها الحقيقة احنا كجيل نشعر بمرارة كبيرة، ولكن هذا حصاد خلينا قلنا سنوات، هذه سنوات فرض التطبيع، والتطبيع يعني تمكن حتى من مؤسسات الدولة. تصوروا معناتها يعني في قضية اغتيال الزواري يعني ما ريناش ردود فعل عنيفة منها ولا مواقف قوية من الأحزاب تندد باللي يحصل، بالعكس تقريبا الحركة الوحيدة هي حركة اللي رأسها أنا اللي هي حركة وفاء اللي خرجت بيان، ولكن حادث القتل والاغتيال يعني بقات تقريبا تفوها ورجعوها يعني كأنها حادث بسيط عرضي معناتها ما عندوش، في حين أن المعاني متاعه باعتبار أن الشهيد هو من أتباع حركة حماس وتماليها وأنه سخر علمه وخبرته كلها من أجل الدفاع على القضية وعلى يعني تحرير الأرض، وهذا طبعا عشناه بكل مرارة لأن احنا في هيئة الدفاع عدة سنوات نحيي الذكرى، ولكن لا يحضر في المناسبة إلا عدد الأشخاص يعني تقريبا يعدون على الأصابع. هذا إضافة إلى أنه هناك يعني جوانب تقريبا خطيرة في الملف، من وجه أنها كشفت تورط أطراف من البوليس التونسي في الاغتيال، كذلك صحفيين كذلك سياسيين فهمت، وهذا معناتها علاش؟ لأن كما قلت لك خلفية التطبيع خلقت يعني نوع من يعني معناتها رمز كما الزواري يظهر كأنه يعني في صورة الإرهابي اللي ما يتحملوش الساحة يعني الساحة، أتحدث بالطبع على أشباه السياسيين والعملاء والصبايحية اللي شادين البلاد في تونس.